كل يوم وكل طلعة نهار بيخرج من المكان ده مصلحة سك العملة مليون جنيه مصري. مليون جنيه ممكن يكون جنيه، نص جنيه، ربع جنيه، بمواصفة عالمية وصناعة مصرية 100%. كل يوم بعدد أيام السنة بتنزل جنيهات، وفي السوق عدد من الجنيهات يكفي 100 مليون مصري. عمرك شفت في أزمة فكة؟ لا. ليه؟ لأن المصنع هنا شغال بكامل طاقته الإنتاجية اللي هي كام؟ مليون جنيه. دي عملة بمناسبة عقد مؤتمر المناخ العالمي في مصر رقم 27 في شرم الشيخ. في شرم الشيخ شهر 11 ان شاء الله الشهر الجاي، من 6 شهرين، 18 نوفمبر. نوفمبر بالظبط. اول شيء طبعا الجهات المسؤولة والسيادية خطبتنا. فسيادة اللواء رئيس المصلحة اعلن عن مسابقة، بتبقى العملة مسابقة ما بين المصنع. مسابقة. يعني انتوا بتحددوا انتوا عايزين الموضوع ايه وتعملوا مسابقة. الموضوع بيتحدد، مفتوحه المسابقه للكل، للمصممين داخل المصلحه. كويس قوي. بعد كده بتعاملوا مع كم مصمم مثلا؟ في حوالي 10 مصممين. كويس قوي. او 13 تقريبا. كويس. يعني انا دلوقتي لو ابن مصمم وعرف في المسابقه دي ممكن يتقدم، ولا انتوا بتتعاملوا مع مصممين بعينهم؟ لا، احنا هنا غالبا بيكون مصممين المصلحه، احيانا بيجي تصميمات من جهات بتبقى عايزاها بس لازم ترجع لنا، عشان طبعا في امكانيات للتنفيذ. كويس. امكانيات التنفيذ دي لازم يكون التصميم خاضع ليها. كويس. ممكن ما ينفعش احط تصميم غير قابل للتنفيذ. كويس. يعني احنا عندنا مجموعه قائمه بالمصممين طبعا لدرايتها بالتنفيذ. كويس. بيشتغلوا على ايه بقى؟ على التصميم، على الفكره اللي جايه. بيشتغلوا على الفكره وعلى الموضوع المطلوب. كويس. طبعا بيبقى في عناصر الموضوع ده هيتكلم عن ايه، ايه دور المؤتمر دوت وايه واجباته، ايه دور مصري فيه. كويس. ايه المساهمات الدوليه فيه. كويس. فطبعا بيبقى في حاجات الجهه بتخبرنا بيها ايه الفكره. كويس. اللي هم عايزينها. مظبوط. بناء عليه احنا بنحدد العناصر وبنحدد التصميم. بي بي ايه هي العناصر اللي هتقول الفكره من غير ما اشرحها. كويس. والتصميم الفائز بيخش للتنفيذ. التصميم الفائز بعد كده بنرجع للجهه هي اللي بتختار بقى حسب ايه اللي هيطابق رؤيتها فيهم. مظبوط. اكتر حاجه مطابقه للرؤيه بتاعتهم. طب هم شافوا ان التصميم ده هو اللي عايزينه، اللي هو ده، بيرجعوا تاني يخاطبوا المصلحه تبدا تنفذه. تبدا ان احنا بقى ناخد خطوات التنفيذ. ايه بقى الخطوات اللي هي عندك؟ اول حاجه طبعا حسب وجود المصمم هو فين. المصمم طبعا حط التصميم ليه رؤيه في تنفيذه، يعني ممكن تمام. انا يبقى طبعا، لان انا ممكن يبقى التصميم واحد بس رؤيه التنفيذ مختلفه، او رؤيه الموديلنج او النحت بتاعه ده اسمه نحت او موديلنج. ده نحت او موديلنج او اللي هو النموذج بتاعه. يعني التصميم ده بيتنحت هنا، بيتنحت سواء ديجيتال او جبس. لو في تشريح يفضل يكون جبس. لو في تشريح، تشريح زي دي يفضل جبس. يفضل جبس بورتري او تشريح بقى سواء للانسان او لاي كائن حي. صوره يعني. بالظبط كده. لكن لو هنا يفضل يبقى ديجيتال. كويس. او حسب رؤيه المصمم في التنفيذ. في الحالتين برضو حتى لو هو جبس بنرجع تاني، يعني ده مثلا هنركبه دلوقتي، ده دي عمله معن ضد الاتجار بالبشر لسه جاي عليها موافقه. دي هتبقى دي. طبعا هنا بعمل الجبس بتاعها لانها تشريح. الجبس بالظبط. دي برضو كان تصميم مجموعه من يعني احنا كنا مجموعه من الزملاء. اقصد التصميم ده هو دي. دي هي دي. دوت طبعا انا هنا عملت جزء واحد من هو في تماثل فيها، في سيمتري فيها. ايوه هو بالظبط. بالظبط كده. هاخده سكانر على مكنه الليزر هنا واخده احوله لديجيتال واشتغل عليه واقوم مكونه القرص بالكامل. جميل جدا جدا. وبعدين يتحفر. يتحفر. يتحفر يطلع بقى اسطمبه اللي هتركب على المكنه عشان بالشكل تطلع. اللي هتركب بشكل طبعا في كل مكنه ليها بيت بيتركب فيه الاسطمبه، في مواصفات للقرص لازم يكون التصميم والتنفيذ اللي على الختم مطابق يقدر. هو انت ممكن وانت بتنفذي تقولي مثلا التصميم ده لا، يعني تحسي او تخرجي منه او تعملي اضافه او تقولي التصميم ده فيه اشكاليه ما؟ طبعا لازم يبقى فيه موافقه من التنفيذ عليه. لا يعني انت النهارده عندك صلاحيات تقولي مثلا ان التصميم ده يا جماعه انا شايفه فيه كذا او بقترح كذا او كذا. اقتراح ولا حضرتك قصدك على الناحيه التنفيذيه؟ انت دلوقتي جالك التصميم ده
لكن وانت شغاله حسيتي ان انت تضيفي حاجه ما او تحذفي حاجه ما او شايفه ان في حاجه لا هو خلاص خد موافقه مجلس وزراء خلاص او بنك مركزي يبقى انت ما فيش اضافه حتى نقطه ولا حاجه تتحرك من مكانها. عظيم. يبقى انت هتنفذي ده بالظبط كده. ده هيتنفذ كده. ده ظهر العمله. ده الظهر والتاني الوش. عمله الاتجار بالبشر ده ظهرها. ده ظهرها وده الوش بالظبط. خلاص احنا خلصنا وصلنا للمرحله دي. تمام. دخلت على الديجيتال او دخلت على الجبس. تمام. في الحالتين بعد كده خلاص انا بديله بقى بيانات الحفر اللي المكنه هتقراها بتبقى عباره عن. انت اللي بتحددي بيانات الحفر. انا اللي بحددها لان انا اللي شغاله وعارفه امكانيات المكنه ايه وايه اللي هينفع وايه اللي ما ينفعش وايه التوقيت. ايه امكانيات الحفر تقصدي؟ يعني مثلا في فنيات للحفر اللي انا بعمله على السي ان سي فنياته هنا غير فنيات اللي هتعمل على الليزر. في مكنه ثانيه اوتوماتيك ورا هنا برده كانت بتعمل العمله من اول ما المصلحه انشئت تعتبر يعني مكنه اثريه. دي اثريه فعلا. اه فبرضو غير الفنيات اللي هتركب عليها. كويسة. كل مكنه لها فنياتها اللي لازم اراعيها وانا من اول التصميم لغايه الموديل. وكانها شفره يعني انت عامله حاجه معينه عشان تتنفذ دي. دي كل دي هتقرا ده ودي هتقرا ده. كويس. فعشان النهايه النتيجه اللي هتطلع على القرص ايه هي؟ انا ببص للنتيجه اللي هتطلع على القرص بناء عليها بحدد. انت بتبصي على النتيجه اللي طالعه على القرص؟ طبعا لازم يكون في عيني شايفه فيما بعد القرص هيطلع شكله ايه، فلازم اكون انا محدده بناء عليه بحط الداتا اللي هتطلع على السي ان سي المناسبه اللي تديني النتيجه دي او الداتا المناسبه للمكنه دي اللي هتديني النتيجه اللي المفروض احصل عليها. او كل مكنه بقى فنيات. شغلنا ممتعه؟ طبعا اللي بيحبها ممتعه جدا على فكره. هي مرهقه قوي جدا جدا. مرهقة؟ بس جدا. بس ممتعه جدا للي بيحبها. انا عن نفسي بحبها جدا يعني. بالك قد ايه شغاله معاها؟ انا في المصلحه هنا ليا 19 سنه ما شاء الله. بس هنا في الاداره في البانتوجراف والاستنباط 17 سنه. 17 سنه. لكن انت لما تبصي للنقود بره يعني الجنيه نص جنيه وربع جنيه حاسه ان انت اللي عاملاها؟ وبشوف حاجات الناس مش شايفاها. زي يعني مثلا ببص في القرص لا بس ده من التداول حصل كذا المفروض انا راعي كذا بعد كده. طبعا يعني انت من خلال بعمل لازم فيدباك. لازم فيدباك. بتفهمي ولازم كل قرص بيروح يدق اول ما الختم خلاص بروح اشوفه في التنفيذ لازم اعمل فيدباك. لان احنا مش بننتج انتاج نمطي، ده كل عمله بتصميمها. بس لك سؤال، اثرت على حياتك موضوع الشغل في الفلوس ده من ناحيه يعني طبيعه العمل في في النقود؟ لا بتاخد وقت طويل بس يعني الحاله النفسيه اكيد بتنعكس على كل اللي حواليا. ايه بقى حالتك النفسيه؟ سعيده مبسوطه؟ طبعا مبسوطه لاني بحب شغلي بمارس بشتغل في حاجه بحبها فعلا. لا انت بتحب الفلوس؟ الفلوس؟ لا بنشوف الفلوس في الصناديق زي ما بشوف اي حاجه. مثلا انا اروح سوبر ماركت اشتري حاجه بشوفها كده. يعني الفلوس في الصناديق مش فلوس بالنسبه لي؟ بالنسبه لي لا خالص. لا ولا لاي حد هنا على فكره. ازاي قدرتوا تفصلوا كده يعني زي الدكتور كده اما خلاص اتعود ان هو في غرفه العمليات بيسمع الالم من المرضى كتير صح؟ فتعود ان في الم وتعود ان في دم او تعود ان في مشرط بيمسكه. لا يعني انت لما يبقى في البيت عندك اخواتك اسرتك الاولاد بتقول لهم اشتغل في الفلوس بيصدقوكي؟ طبعا يعني ما انا ساعات في احيانا وقت العمل هنا ما سمحش ان انا اخلص فيه. احنا العمله دي ليها ميعاد لازم تسلم فيه. كويس. فلازم نلتزم بالميعاد. كويس. ممكن وقت السهر هنا انا كسيده مثلا مش هقدر اكمل مثلا بعد الساعه 8 بستأذن وبعمل تصريح ان انا هكمل في البيت. في يوم اجازه مش هقدر انزله فبكمله في البيت وبجيبه معايا على الشغل على طول. وهما الاولاد مصدقين ان انت بتشتغل مستمتعين والله. لا يعني فكره الناس بتشتغل فلوس دي فكره جديده. لا هو بالنسبه لهم طبعا ايه الله يعني دي حاجه احنا شفناها وهي بتتعمل كمان. طبعا. وانت تبقي سعيده اكيد طبعا مبسوطه. طب كملي سعادتك بقى. ميرسي. وسيادتك لما البشمهندسه خلصت التصميم جالك ديجيتال او جبس بتعمل ايه؟ هو في حاله لما يكون جبس احنا بنضطر بناخده سكان الاول على المكان. بعد ما تاخده سكان بيخلص بناخد الفايل بديهولها تاني هي بتوظفه حسب اللي مطلوب منها في التصميم. كويس قوي. وبعد كده؟ بعد كده بتعمله برنامج الحفر بقى. بتخلص التصميم كله بتعمل الارتفاعات بتاعته والابعاد اللي احنا عايزينها وبتعمل برنامج الحفر وبعدين بتجيبهولي تاني بحيث احفره على الصلب هنا بالليزر. طبعا نفس النظام. دي المكنه دي مجهزه للحفر. دي احدث مكنه. دي احدث مكنه ان شاء الله موجوده في المانيا. جبتوها من المانيا. من المانيا. احدث مكنه حفر بالليزر للاختام العمله بالذات مخصصه. قبلها كنت بتحفروا ازاي؟ حضرتك كنا بنحفر فيه كان عندنا مكنه سي ان سي كنا بنحفر عليها او مكنه البانتوجراف. المكنه دي طبعا من سنه 82. طبعا دي وفرت علينا الوقت. لو الختم كان واخد حوالي 30 ساعه على المكنه اللي هي البانتوجراف العاديه الواحد ياخد 30 ساعه. دي تاخد قد ايه؟ دي حوالي 8 ساعات. 8 ساعات.
8 ساعات، غير ان الجوده والدقه اعلى، اعلى بكتير طبعا. لان دي كانت بتحتاج نعمل لها نموذج بلاستيك الاول، وبعدين نركبه نظبطه على الصينيه بتاعتها ونديها البرنامج بتاعها وتشتغل. فالنموذج البلاستيك بنعمل له رتوش تاني، وبعدين بنضطر بعد كده نركبه عليها وناخد منه الخيط. كويس. لكن دلوقتي دلوقتي على طول بنحفر ديجيتال على طول على يعني الكمبيوتر، يعني بتنقل من الكمبيوتر على المكنه، على المكنه على الحفر على طول بتعمل له زي السي ان سي. بس السي ان سي برده كانت مشكلتها الوقت، وبنغير لها سكاكين. يعني مثلا الخيط مثلا بيسالك 3 4 سكاكين، لا 3 4 مراحل، برده بيستغرق نفس الوقت حوالي برده 28 ساعه 25 ساعه. لكن ديت لا، دي 8 ساعات على طول مره واحده. وبعدين كمان ان احنا بينا نعمل ختم السك مباشره بالنسبه لاختام العملات التذكاريه. الاول كنا بنعمل ختم اصل، بعدين بندوق منه اختام السك اللي تركب في مكنه سك اللي هي النهائيه. دلوقتي بنعمل ختم السك مباشره على طول، فوفرنا ختم الاصل كمان في الوقت. فبدل مثلا كنا بنحضر اختام بالجهاز في اسبوع، بينا بناخد بثلاث ايام بالكثير. ثلاث ايام بالكثير بمراحل المعالجه الحراريه بكله. كويس جدا. اللي بيشتغلوا معاك هنا كلهم خبرات في الحفر اكيد احنا اللي معلمينهم. هو اصلا دي الخبرات دي مش موجوده بره، هو احنا بنختار خبرات نادره يعني. لا نادره طبعا، اللي بيجي طبعا نبتدي نعلمه، نديله الخبرات اللي عندنا كلها. انت عندك سيادتك عندك كام سنه هنا في المصلحه؟ دلوقتي انا بقالي 26 سنه. 26 سنه كمان. النقله الاخيره دي عامله ازاي؟ شكلها عامل ازاي؟ طورت نقله كبيره طبعا، هي في الاختام يعني وفرت في الوقت وفي الجوده وفي المجهود وفي كل حاجه. بيقولوا اليدوي كان له شمخه يعني او اكيد طبعا، لان اليد طبعا المكن اللي هو بيستخدم فيه سكاكين ده ممكن السكينه تقصف، فكان في عيوب بتطلع فيه، بيطلع رايش، فبيضطر حاجات بنكملها يدوي بعد الختمه بيخلص. دلوقتي احنا بقى بالامكانيات الحديثه والكمبيوتر برامج الرسم والتصميم والحاجات دي، فقللنا ده على قد ما نقدر، يعتبر يعني حوالي 5%. صحيح. من مثلا 80% 70% بقى حوالي 5%. حقيقي الخبرات اللي هنا بتتقل بالفلوس؟ طبعا. والله؟ طبعا. هو مش اي حد بيعمل الشغل اللي احنا بنعمله. اشمعنى يعني؟ العمله دي لا، عشان اعمل الختم عمله، ختم العمله اولا بتتسك من سكه واحده بس، يعني لو سك السكتين بتبوظ. فطبعا لازم تراعي الابعاد بتاعتها، الارتفاعات والمعدن نفسه والصلاده بتاعت الختم، عشان من سكه واحده تديك القرص على طول مظبوط. يعني انت في الشارع لو شفت الفلوس تعرف الوضع ايه؟ اعرف عيوبها على طول. والله؟ طبعا. من اول نظره؟ مش انا اللي عاملها، عامل الختم. سيادتك انا ملاحظ انهم عدسات وبيعملوا ايه؟ ميكروسكوب. ميكروسكوب. الميكروسكوب ده بالظبط ميكروسكوب عشان التكبير، هو بيكبر حوالي 20 مره تقريبا ل 25 مره عشان هو يقدر يشوف التفاصيل اللي جوه الاسطمبه نفسها. كويس. فيقدر يعمل تصليح لاي عيوب. يعني هو هنا عنده الاسطمبه. عنده الاسطمبه، يعني الاسطمبه جات له بعد الحفر. كويس جدا. فهو بيشوفها مطابقه ولا لا؟ بيراجع عليها كويس قوي، بيبدا يعمل لها حاجه اسمها رتوش. رتوش يعني تنعيم، يعمل تلميع لو في اي عيوب نتيجه الحفر، لان الحفر بيبقى بماكينات، فالماكينه بيبقى ليها والسكاكين الحفر بيبقى ليها اثر في الصلب، فعشان يطلع سموث تماما ويبقى شكل القرص جميل زي ما بنشوفه، بيحصل هنا تنعيم تنظيف. لو في اي جزء ما اتحفرش كويس بيتعاد تاني زي ما هو كان شغال هنا بالستربر لما حضرتك شفت، بيبدا يعمل تشطيب ليها، سواء كان للنموذج زي ما ساعات بنشتغل هنا على البلاستيك او الجبس. ايه ده؟ ده كان نموذج للجزء اللي جوه عمله الاطباء. حلو. اللي هو شعار الطبيب. فاحنا بيتحفر بلاستيك اصلا، ببدا اعمل التجسيم دوت، الريشه دي اعلى من دي، في ميل في الريشه بعمله، في اي تضافر لبين التعبان دوت، بعد اعمل التقليب دوت او التجسيم ده بعمله بالتولز هنا بالمبارد بالحجاره، بعد كده بيتاخد على مكنه الليزر سكان سواء كان على جبس او على بلاستيك. بيبدا يتحفر. مش هي دي اللي على الجبس؟ هي دي، هي دي. وريني الجبسه دي. يعني دي بلاستيك ودي الجبس مش كده؟ بالظبط. لا دي كده. يعني الاثنين دولت واحد. الاثنين دول واحد، لان المكنه بتاخد سكان من الجبس. هو مهمته هنا اللي هو تنعيم بقى وتظبيط. التجسيم يعني دوت لما كان معمول اصلا محفور في البدايه كان المفروض ان الريش ده كله قد بعضه، مفيش. دي مش اوطى من دي، هو ببدا اعمل دي اوطى دي اعلى، اعمل المين اللي في الريشه اديها التجسيم زي ما المفروض، ده جناح نفس شكل الريش الحقيقي. يعني هم الناس اللي هنا دارسين تشريح و ولا الخبره؟ لا هنا مش دارسين، هنا بالخبره واحنا بنبقى معاهم. لان احنا دارسين. انت درست تشريح؟ بالظبط. انت خريجه ايه؟ فنون تطبيقيه. فنون تطبيقيه. بندرس نسبه من التشريح والتجسيم، بندرس كمان الطرز المعماريه كلها، الفرعوني الاسلامي والقبطي والطرز الاوروبيه برضو زي الطرز القطيه، وكل الطرز دي ندرسها، بندرس كل حاجه بتميزها. ايه اللي اضافته المصلحه هنا وفكره صك العمله للفنون اللي انت درستيها؟ الخبره في التنفيذ. حضرتك احنا درسنا الحاجه
ونفذنا منتج بسيط في الكليه بس ما نفذناش كل شيء. ببدا انفذ، ببدا اشوف العيوب اللي بتقابلني يعني وابدا احلها. وانت بتنفذي الجنيه او النص جنيه او الربع جنيه سواء في عمله تذكاريه زي طب القصر العيني زي منتمر المناخ زي دي كل ده خبرات. اه طبعا دي خبرات بنكتسبها. انا دلوقتي بيقابلني مشكله في التنفيذ، ببدا اشوف ازاي هتغلب عليها من اساسها من التصميم نفسه. التصميم اه بالظبط. يعني هنا التنفيذ ممكن يرجعك للتصميم تاني. ده اكيد. لو ما حلتش المشكله في التنفيذ اصلا، في التصميم اصلا، مش هقدر اظبطها في التنفيذ. في امور كتير لازم اراعيها وانا بصمم. ممكن تكوني عملتي او عملتوا تنفيذ لعمله بس بعد ما خلصتي انت مش راضي عنها؟ اكيد في حاجات ممكن ما نبقاش راضيين عنها، ما ادتناش اللي كان متوقع. ما حبيتهاش؟ اه ممكن ما حبيتهاش. دوام والله. اه ممكن تكون ما حبيتهاش. ممكن اكون ما حبيتهاش. اه يعني في عمله تحبيها وعمله ما تحبهاش. ده اكيد. انا بحط اكتر من تصور، بعد كده بيتم اختيار تصور منهم. ممكن يكون التصور اللي تم اختياره مش هو الاقرب ليا. انا لقيت نفسي في واحد غيره. كان عندنا كده مقوله بيقولها لنا الدكاتره واحنا الطلبه، لو لا تباين الاراء لبارت السلع. مظبوط. فبالتالي رايي غير راي حضرتك. ممكن حاجه يعجبك التصميم ده وتقول ده جميل قوي. فكره الخبره الضخمه والدراسه الضخمه اللي انت عملتيها والدراسه المعمقه اكيد بتخليكي لو انت قلتي ده مش حباه يبقى ده نتيجه ان الذائقه الفنيه بتاعتك ما ركبتش معاها. وفي حاجات ببقى حاسه انها مش هتكون جميله لما تنفذ كمان. اه بمنتهى البساطه، بعد انا بقالي 20 سنه هنا في المصلحه. 20 سنه. بعد 20 سنه شفتي؟ اه شفت كتير، شفت عملات كتير جدا، شفت شغل معمول بره، وشفت زملائي الاكبر مننا ربنا يبارك في اعمارهم، يعني اتعلمنا منهم، خدنا منهم خبره، اتعلمنا عنا تقدر الجمال وهي لسه رسمه على الورق. انا عارفه دي هتبقى حلوه ولا لا، عارفه هتبقى شكلها ايه لما تنفذ. من بدايتها. من بدايتها. وبدأنا وعرفنا كمان اذواق الناس وافكارها، وعرفنا ايه اللي هيبقى مقبول وايه اللي لا. وايه بقى اللي يعني انت من خلال مكون خبراتك ده، ايه اللي مقبول وايه اللي مش مقبول؟ الشعر المصري بيقبل على ايه؟ على كل حاجه حلوه. الشعر المصري يعني حلوه، والحاجه اللي بتبقى معموله حلو ومعموله باتقان وبحب والهدف منها انها تكون فعلا حاجه مشرفه للبلد، الناس بتقبلها وبتحبها وبترضى عنها وبتشكر فيها جدا. لا انت قلت حاجه حلوه، ان الشعب المصري يحب كل حاجه حلوه. اه دي حقيقه. طب ما تيجي نبص على الحاجات اللي بيعملوها الحلوه دي. هنا ايه بتقولي لي؟ دي الاسطمبه بتاعت ظهر الجنيه المتداول. الفئه. واللي جنبها ديت زيها بالظبط. احنا بيتم عمل ختم اصل، ختم ماستر، بيبقى نفس شكل القرص بارز عشان للعمله المتداوله تحديدا، علشان بيتعمل عليه مئات من الاختام اللي بتسميها اختام سك اللي هي بتبقى الغائر بتاع الجنيه، عشان يطلعوا كلهم زي بعض. احنا ممكن نعمل 6 و10 و20 و30 مليون جنيه قرص جنيه، لازم يبقوا كلهم نفس الشكل. هو بيعمل مفيش اختلاف. هو بيعمل بنسميها هنا رتوش. المفروض الاختام ديت بيبقى دقه من ختم اصل، باخد منها كابي، فبتيجي بيبقى فيها عيوب نتيجه عمليه الدق ديت، بيبدا يصلحها، بيبدا يخليه بالظبط زيه زي الاصل. لو في اي هو هنا باصص في الميكروسكوب على عشان هو يشتغل هنا لازم يشوفها كبيره جدا، لان الاعماق هنا بتبقى بنص ملي و2 من 10 و3 من 10 وبيبقى خطوط رفيعه جدا، هو لازم يشوفها كبيره قوي عشان ما يغلطش يبوظ حاجه، يقدر يصلح المكان اللي هيخش له بالظبط. فبيبدا لو في اي عيب جوه، اي جزء زياده، اي جزء حصلت فيه مشكله، بيصلحه بالتوز اللي في ايده بالسربه او بالادوات اللي معاه لحد ما يبقى بالظبط طبق الاصل. الثلاثه هنا مع بعض بيعملوا نفس المهمه؟ مش في نفس الشغل، حسب كل شغلانه. طب امال هنا بيعمل ايه؟ هو هنا شغال في ميداليا للجيش. ميداليا؟ اه. فالمفروض ان هي اتحفرت، هو دلوقتي يبدا يعمل التجسيم بتاعها، يبني الورقه شكلها، الميول بتاعتها، البروز اللي فيها، يعمل التجسيم بتاع ورقه. تكلمي في حاجه زي اللي بيشتغلوا في المجوهرات. ايوه بالظبط كده، زي بيشتغلوا في المجوهرات، زي اللي بيعمل حضرتك عارف لما نيجي ننحت لوحه بسيطه نبداها من الصفر خالص عشان نجسمها ونظهر فيها كل جزء عالي وواطي بحيث انها تبقى في النهايه الجداريه الرائعه اللي شايفينها، هو ده نفس اللي بيعمله بس على المقاس الصغير ده. كانوا بيعمل حته صياغه جداريه شيك هتتحط في مكان، نفس الفكره، نفس الاحساس لازم عنده. هم دول بقى بيسموهم ايديهم تتلف بحرير. بالظبط كده. والله. ولو ما عندوش حس فني مش هيطلع حاجه على فكره، مش هيقدر يطلع دوت، لازم يحس لو بيعمله، الخط هيروح فين؟ هو شغال اصلا بادوات حاده جدا، لو غلط كل ده هيبوظ، الموضوع معتمد تماما على امكانياته الفنيه، بياخد وقت طويل قوي وتدريب كبير هنا عشان يقدروا يوصلوا للنتيجه دي. طبعا استاذ طارق يعني من الاجيال اللي اتعلمنا منها. باشمهندس انت مسؤول عن العماله الفنيه.
عن العمليات الفنيه. عن العمليات الفنيه، ايه العمليه الفنيه اللي احنا بنعملها دلوقتي؟ العمليه الفنيه دلوقتي انا بتاكد ان القرص مطابق للرسم الوجه والظهر، مطابق من ناحيه القطر الرسم، من ناحيه القطر، القطر ان هو مطابق، ان الوش زي الظهر، يعني سيمتريه القرص نفسه. هنا في حاجه اسمها خط النص للقرص، ده انا دوري خط النص يعني مظبوط مش سنتر، ده دور العمليه الفنيه. انت تعرفك انه مش سنتر؟ ما هو يا فندم انا عارف. خبره بقى. خبره طبعا. بقالك قد ايه؟ انا بقالي 27 سنه. 27 سنه يعني انت لو مسكت ال تعرف اي قرص، اي عيب في قرص اعرفه على طول، اي عيب. يعني مجرد ان انت تشوفه تعرفه. مجرد النظر بيتركنا على جنب على طول لوحده على جنب. سواء بقى في ان هو خط النص بتاعه مترحل، في خدوش، الختم اتكسر، الشرشره اللي على الجنب دي اتمسحت. ده من النظره كده؟ مجرد النظره طبعا. والله. كويس. انت بتقول لي خط النص، يعني ايه خط النص؟ ماشي يا فندم، بص كده يا فندم على قرص عادي خالص، انا عندي هنا في حرف واحد واحد، رقم واحد. رقم واحد ده المفروض ماشي معايا مع السنتر بتاع تول. بضفري في حاجه ثانيه. فهمت عليك، ماشي كده؟ ده خط النص عندنا، انا بيتظبط عندي على المكنه الختمين سنتروا مع بعض، وانا بتاكد من هذه ان السنتره دي مظبوطه على ايه؟ في القرص نفسه. يعني باين. طبعا ما باين طبعا، لو اي ترحيله مش باينه على طول. ده المفروض ده يبقى مرفوض. طب السؤال، انت بتعتمد بالرفض او جوده المنتج على الشخص، ولا في اختبارات بتتم؟ الاختبارات اللي بتتم دي اجهزه، لو انا بتكلم على الصلاده بتكلم على القطر او السمك دي اجهزه، لكن العيوب الظاهريه دي بالعين المجرده. يعني سيادتك عبير عندها خبرتها. طبعا يا فندم عندها خبره عاليه طبعا، ما يشتغلش في المكان ده الا عاملين ذو الخبره العاليه. عندك زي عبير كم حد؟ عندي في اربعه. اربعه متوزعين على مصنع كله. اربعه عبير يعني؟ يعني زي عبير في الكفاءه. يعني معنى ذلك انه بتعتمد على العنصر النسائي؟ لا، هو في عبير هي العنصر النسائي الوحيد انا، وعندي في ثلاثه رجاله بعد كده. يعني اربعه بيشكلوا التيم بتاع جوده. الجوده جوده على العمله. على العمله. جوده على العمله يعني ايه بقى؟ اي عيب في القرص بنضطر نستبعده، او لو في عيب في الختم بنغير الختم، ولو في هبوط في الختم برضه بنشوف ايه العيب اللي برضه جاي بس في القرص ونستبعده. بتعرفيها ازاي؟ بنعرفها كده يعني، بناخد عمليه عشوائيه كده كل شويه. يعني انت كل شويه تحطي ايدك كده؟ واخد شويه اراء اعرف منها الختم مظبوط، السنتر مظبوط، كله مبلغ القرص. يعني ايه؟ يعني ما يبقاش حته فيها كلام وحته مدحه. يعني تقصدي ان الكتابه كامله؟ ايوه، ما يبقاش. انا ممكن دخل في الايه مبلغ، يعني ان القرص وصل لاخر الاعضاء اللي موجوده في الكتابه. الضغط اللي كلمه المبلغ بالنسبه لنا كلغه متدرجه بالنسبه لنا في المصنع، الختم اخر اعضاء الختم وصلت القرص، فاصبح واصل كل ارتفاعات. يا عم انتوا بتتكلموا في حاجات غريبه. هو ده شغلنا يا فندم. ايوه الضغط. واخر اعماق في ايه؟ ده هي حته. ما هو بص حاجه، ما هي بقى هي دي بقى الخطوات دي كلها على مدار اليوم من الساعه 7 لغايه الساعه 3 يوميا. انت بتحس ان القرص ملوش اي يعني، ما فيهوش الخبره اللي انت ممكن تكتسبها منه. مفهوش الجهد يعني. الجهد لا، بالعكس هو بياخد جهد جامد قوي مننا، ان التصميم، الرسمه، السنتر، ممكن يكون في عيب في القرص، ممكن قرص يطلع معوج، قرص مرحل. يعني انت لو في البيت وعندك شويه اقراص من دولت بالبديهي كده بتمسك اي قرص في الشغل في الشارع بتفضل تبص فيه كده. انت بقت عاده. بقت خلاص طبيعه. يعني انت لو واقف عند البقال وبيديك الفكه ببص فيها، ببص فيها تلقائيه. تلقائيه انت هتعودنا على كده. يعني ممكن تلاقي حاجه النقود بس بقت اي بالنسبه لنا اي حاجه. اي حاجه بقى خلاص، انت دي شغلتك وممارستك بتعملها في اي وقت في اي حاجه. يعني انت يجي وقت تطلعي قرص وده ما ينفعش؟ لو حصل يحصل ايه؟ لا الاجراء اللي بيحصل ان احنا بنبلغ مدير اداره الفك المهندس عبد الله. تقول له ايه؟ بقول له انا عندي عيب في التشغيل، اقف في المكنه. يوقف المكنه وغير الاختام. هنا عيب التشغيل هنا، ما هو ده اللي بيقف المكنه عن طريق المونتور بتاعها. كويس. هو العيب بيبقى جوه. بنقف في المكنه ونبتدي نشوف العيب التشغيل ده هنصلحه ازاي؟ هل ده تغيير اغير اختام؟ ازود ضغط؟ اغير جلده؟ اغير لقم؟ حاجات كتيره جدا يعني. جلده ولقم. يعني انت عارف ده بتشتغل ازاي؟ ما احنا بقالنا سنين عارفين. بقالك قد ايه؟
من 91. 91. هو انت بتاخدي مرتبك كده فتكه ولا بتاخديه؟ ما عندناش مكان بيطلع هنا فتكة. هنا ده شغل. لو اتعاملنا اللي دي فلوس بتتسرق هنتعب. هو حمدي بيه هو ده بالنسبه لي. هو على فكره مش شغل. هو اسمه قرص قطعه حديد. اسمه قرص. قرص حديد. انت بتقولي ايه لو اتعاملنا معاه؟ لو اتعاملنا كفلوس مش هنعرف نتعامل فيها. ازاي؟ ان النفس اماره بالسوق طبعا. ايوه. ان انت لو تعاملت ان دي فلوس بتتسرق مش هتعرف تتعامل معاها. هم بيفتشوكوا كل يوم؟ اكيد طبعا. كل شويه بنخرج بنتفتش. كل شويه بتخرجي؟ لو خرجنا رحنا نجيب ورق او نعمل شغل او اختاب او اي حاجه بنتفتش. يعني دي طبيعه شغلنا. مش من حقك تاخدي واحده؟ ولا من حقي ابص عليه اصلا اللي هو قرص. اخد كذا على طول. دي فلوس؟ لا لا. هي قرص حضرتك. هي بالنسبه لنا بتعتبر قرص وليس حديد. قرص يعني مش فلوس؟ لا. يعني انا لما اخد شويه امشي بيعملوا لي ايه؟ لا ممنوع. مش هيطلعوك بيها. بس عارف قالوا لي ايه؟ انت معاك عمله وانا داخل. ايوه عشان ممنوع تخش بيها. علشان ما حدش يخش بعمله وهو خارج هيتفتش. دخلت بيها ازاي؟ وخرجت بيها ازاي؟ المكان اللي فيه العمله. ما ينفعش تخش بعمله وتخرج بيها. ما حصلش مره انت نسيتي جنيه في جيبك؟ لا. لا ما حصلش. ما ينفعش. لازم افتش نفسي قبل ما اخش. ما حصلش؟ لا 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 ما ينفعش. امال ايه المخالفات اللي ممكن تحصل من العماله؟ لا مفيش مخالفات. لا الشغل ده هو الشغل بتاعنا. هو مش عمله. هو راس. ايوه. فانا ما بتبصش ان هو جنيه. قرص حديد مالوش لازمه. بقول لك ايه؟ انت لما اولادك بيقولوا لك بتشتغلي فين او اخواتك او مامتك بتقول لك؟ بقول لهم في كشف العمله مراقب جوده على العمله. لا بتقول لهم انا بعمل الفلوس دي؟ وبندوس عليها وبن. بيقولوا لك ايه؟ بيقولوا لي يا ماما طب ما تجيبيها شويه. طبيعة اي اطفال. بدي تقول لهم ايه بقى؟ ما ينفعش. احنا بناخد مرتب على الشغل ده. فهو طبعا. طب انت بتاخدي مرتب ودي فلوس كتير قوي، مش بتحس ان المرتب قليل على الفلوس دي؟ لا الحمد لله. لا 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 لا. من ارتضى الاجر يرتضي العمل. ايوه. الموضوع منتهي. مهما يكون حتى شغلي اعلى. انت حابب الفلوس دي؟ طبعا. انا بعشق هذا المكان. هي وسيله. انا بعشق هذا المكان. بيقول لك هي وسيله. ايوه بس مش متعبنا. مش احنا بنسعى عشان عايزينها. لا لا انا بقول لك يا عبير مثلا شكل الفلوس وهي نازله مغريه. يعني بس احنا بنتعامل معاها كقرص كحديد. لا انت تخيلي الفلوس وهي نازله. على فكره احنا بنشتغل في ده بس. لا احنا بنشتغل في دهب وفضه كمان. بتشتغلوا في دهب وفضه؟ ايوه. بنشتغل دهب وفضه بس يعني هو ما فيش شغل اليوم دلوقتي. يعني حاليا دلوقتي الحالي. وما يعني بنتعاملش فيهم اللي هو ده دهب او حاجه قيمه. كخامه بس. يعني شفت اكل زينا انسان زينا. ما هو احنا انسان بس. انا لو بصيت وممكن تبقى طماع زينا. ما انا ما اقدرش اكون طماع. يعني حضرتك في التلفزيون ينفع تاكل حاجه في التلفزيون؟ ما ينفعش. طيب يبقى ازاي احنا ماشي؟ ما هو برضه التلفزيون ليه كيان. كل يوم يا حمدي بيه عندي 1,800,000 قرص بيطلعوا كل يوم. انا طلع مليون ولا اعرف. هو بالنسبه لي 1,800,000 قرص. يا عم ده 1,800,000 جنيه. لا هو بالنسبه لي مش جنيه. قرص ولا ليه لازمه. بص حضرتك ممكن عيوب زي كده. ممكن كده. بص المرحله دي. دلوقتي طلعتيها دلوقتي. من قبليها. هو حاليا المكنه شغاله بدفاع عاليه. 750 قرص في الدقيقه. كم؟ 750 قرص في الدقيقة. 750 قرص في الدقيقة. انت بتعمل قد ايه راس في اليوم؟ يعني ما بتعداش 1,500,000 و800,000. ده الحد الاقصى. الحد الاقصى. يوميا. يوميا. بينتجوا كم عامل؟ العدد الموجود بقى يعني حوالي 10. الوردية كام؟ حوالي 10. هو وردية. هو يوم 10. 10. المليون دولار و800 في كام ساعة؟ من الساعة 7 الصبح لغاية الساعة 3. عندك بريك في الوقت صراحة في الوقت. ساعة الصلاة. ساعة الصلاة. ساعة الصلاة. يعني يصلوا ويرجعوا تاني. يعني أنت ما تجيش آخر الشهر مثلا تقول الناس دي تعبت معانا، خد يا ابني كل واحد شوية. ده بقى النقصة اللي هو بقى ربنا يكرمه. إحنا بقى بنعمل له ورقة لمجازات الناس دي على عملها الأوفر اللي بيعملها. هو اللي بيكافئ لو بعد. طبعا الأستاذ محمد ضيا هو اللي بيقول له الناس تعبانة الناس. شكلك واخدة فلوس كتير قوي. أنا يا ريت. طب استنوا كملوا. احنا بنحب المكان بس يا راجل. انت بتنتج كام مليون في اليوم وكم مليون في الشهر؟ هو عدد متوسط الانتاج بتاعنا حوالي 30 مليون قرص في الشهر. انت ليه ما بتقولش جنيه بتقول قرص؟ هو بالنسبه لنا حضرتك قرص. لان انا سواء جنيه او نص او ربع هو قرص. قرص ليه؟ لان انا بتعامل مع العمله مش كعمله مش كفلوس. حضرتك لو سالت اي عامل هنا في المكان هيقول لك قرص. ده قرص جنيه. يعني اللغة هنا قرص.
حتى الفضه والذهب برضو قرص. قرص احنا بننتج هنا برضو يعني. هنا حضرتك ده هنا اداره سك العملات المعدنيه. كويس. سك العملات المعدنيه فيه عملات متداوله ربع جنيه ونص جنيه وجنيه. ربع جنيه ونص جنيه وجنيه. وان شاء الله ال2 جنيه كانت في طريق الجنيه. انتوا ناويين على 2 جنيه باذن الله ان شاء الله. امتى؟ لا انت دي حضرتك لسه اجراءات كتيره. بس انت عارف احنا بالفعل ماشيين في الخطوات دي. والله في موافقه مبدئيه من مجلس الوزراء بالاثنين جنيه. كويس. يعني انا عندي دلوقتي ربع ربع ونص ونص وجنيه وجنيه. طب ليه الربع مختلف في اللون؟ عشان التسويق الخارج يعني، عشان بره اليوزر او المستخدم الاساسي يبقى في فرق في التعامل. لما طلع من جنيه من جيبي ربع ونص، لو هما نفس اللون هبص بقى ايه ده ربع ولا نص، فهيبقى سهولة التعامل. سهولة التعامل حتى ان شاء الله الاثنين جنيه هتبقى برضه لازم يبقى في فرق بينها وبين الجنيه يعني. لازم لازم ليه؟ سهولة التعامل بالسوق. احنا برضه يمكن عشان نسهل على الناس استخدام. كويس. لكن المادة نفسها، المادة هتبقى نفس المادة حضرتك، ده عبارة عن صلب مطلي. صلب صلب مطلي. اللي بره ده الإطار اللي بره الخارجي الأبيض ده نيكل. نيكل. والداخلي نحاس. كل ده كل ده كل العملات اللي عندنا صلب. الربع جنيه مطلي نيكل، النص جنيه مطلي نحاس، الجنيه فيه الاثنين. يعني حضرتك القرص الجنيه ده جزئين مش جزء واحد، ولكن هو يعني معمول له تجميع قبل السك. يعني اي عمله تطلع من هنا من ده، اي عمله من الجنيه من ده من ده من ده. والعملات الاخرى بتختلف. العمله كل عمله ليها القرص بتاعها. يعني الربع جنيه ليه القرص بتاعه. ممكن حضرتك اوري نفس حضرتك شوف القرص ساده ربع جنيه والقرص ساده نص جنيه قبل السك. قبل السك قبل السك. طب وده اللي جنبك ده حضرتك ده المسكوك ده اللي جاهز للتغليف. ادوني ده. كان بقى ايه انت بتقول لي مناسبته ايه؟ ده حضرتك ده اقرأ طريق افتتاح افتتاح طريق الكباش. ده افتتاح طريق الكباش مكتوب عليه؟ مكتوب يا فندم. عاوزين نكبر اجيب حضرتك الميكروسكوب او كاميرا عندك هنا بتاع ولا حاجه؟ الكاميرا بتاعت الموبايل هنوريها. ماشي ماشي. احتفاليه طريق الكباش مكتوبه ذا سفينكس والتاريخ 15 نوفمبر 2021. وده الديزاين بتاعها. الديزاين بتاعها حضرتك دي برضو معمول منها معمول معمول عملة تذكاري، يعني معمول منها فضة بالاحتفالين. ده مجلس الدولة من 1946 لغاية 2021. يوبيل الماس بتاعها. يوبيل الماس الماس لو 75 سنة. 75 سنة. لكن هو جنيه في الآخر؟ هو جنيه. بس وقت العملة بيدوروا عليه في السوق. يعني حضرتك احنا ساكتين من ده من القرص ده 10 مليون قرص. رايحين التغليف، يلا نروح التغليف. هو أبيض وألوان مختلفة، إيه بقى ده؟ هي بتميز بس الجنيه عن الربع جنيه عن النص جنيه. الجنيه أزرق. الجنيه بقى واخد اللون الأزرق. دول 25 جنيه. دول 25 جنيه؟ الخرطوشه بنسميها خرطوشه. الخرطوشه 25 جنيه. كويس. والابيض؟ والابيض دوت بيبقى الربع جنيه. دي كام بقى؟ الاخضر يعني. دي 10 جنيه. بيبقى فيه 10 جنيه. 40 قطعه يعني. 40 قطعه. 40 قطعه. بالظبط كده. 40 قطعه ب 10 جنيه. والثاني ده؟ والدنيا ده 20 جنيه 40 قطعه. 40 قطعه 20 جنيه. بالظبط كده. كويس قوي. دي المرحله النهائيه. دي هنا المرحلة النهائية. الخراطيش العملة بتيجي زي ما حضرتك شايف كده بتيجي من السك. بتيجي من السك في بلات كبيرة بتخش هنا على المكن اللي بيخرطشها بالمنظر ده اسمها دي خرطوشة كل حسب كل فئة. ثم الزملاء هنا هو اللي شغالين على الخط يبتدي يحطوها في الصناديق بتاعتها. ثم الصناديق تتحط في كراتين الأول كراتين ثم الكراتين تتحط في صندوق خشب. كويس قوي. بتخرجوا قد ايه بقى كل يوم؟ بنخرج كل يوم مليون جنيه. مليون جنيه. لا طاقة الانتاج مليون وربع. احنا بنخرج مليون جنيه للسوق. السوق بيحتاج مليون جنيه واحنا بنشيل كميات احتياطات استراتيجية عشان لو حصل اي احتياج زيادة في السوق بنطلع. ساعات بيحتاج السوق بيحتاج في الاعياد في المناسبات
بيحتاج في بعض الأوقات طلب كبير من سلاسل محلات تجارية، من هيئة المترو، من بعض المواصلات والنقل وهكذا. يطلب منك زيادة. هنا بيجي يطلب هنا كمية إضافية، أي كمية يعني إضافية. بتاع المترو يجي يقولك أنا عايز مثلا ربع مليون. هو المترو بالفعل بياخد ربع مليون يوميا تقريبا يعني، عشان يقدر يلبي احتياجات المواطنين في النقل يعني. وهيئة النقل العام، هيئة النقل العام بتحتاج برضو كميات، بس أنا الحقيقة مش متذكر الكميات، لكن مش ثابتة، مش كميات مش ثابتة. ايه اللي ثابت؟ ايه اللي احتياجات اللي ثابت؟ هيئة المترو ربع، وبعض السلاسل المحلات التجارية الكبيرة دي بتيجي برضو بتاخد حصص كبيرة بصفة أسبوعية. بصفة أسبوعية، بصفة أسبوعية. يعني محلات كبيرة بأسماء كبيرة، بأسماء كبيرة بتاخد بصفة أسبوعية تقريبا، ولو احتاج خلال الأسبوع بندعمه خلال الأسبوع. كويس. لكن المترو هو اللي يوميا تقريبا موظف أكتر معنا. أكتر وفروع البنوك، فروع البنوك بتيجي تاخد برضو بصفة يومية تقريبا. البنوك بتاخد منك قد ايه؟ بتاخد مني، بتاخد مني، بتاخد مني بنتكلم في حوالي تقريبا ربع مليون لنص مليون يوميا. يوميا، يوميا. دول الزبائن الثابت تقريبا. طبعا دي الزبائن الثابت. اكيد اكيد. بياخدوهم معاك ايه بقى يعني؟ بيقولوا لك هات ربع مليون تدي ربع مليون؟ لا يا فندم، هو انا وفقا لتعليمات البنك المركزي كل ده يعتبر بالنسبه لنا مواد خام. مزبوط. بيصدر وفقا لتعليمات البنك المركزي. كويس. بيقول انا عايز مثلا في الشهر قد كذا، بيجي بقى يبعت لي اختار، يقول لي ادي فلان، يعني اللي جاي لي الجهه اللي جاي لي دي جاي لي باختار من البنك المركزي، بيقول لي اصرف لفلان مبلغ ربع مليون. هنا الفلوس دي بيخش الاختار، يتسجل في الحسابات، يطلع حضرته الصناديق دي تطلع على العربيه بتاعته يعني انت راجل ثري جدا، انت عندك ثروه ضخمه جدا. ثروتك السنويه قد ايه؟ بتنتج قد ايه؟ بنتج حوالي من 300 ل 350 مليون جنيه، 350 مليون جنيه سنويا، لان انا بنت بوزع في السوق حوالي مليون يوميا. عندي سؤال، العمله ديت ما بتخلص يعني، ما بتهلكش؟ الحمد لله العمله بكفاءه عاليه جدا. عمرها الزمن يا ده، عمرها افتراضي قد ايه؟ احنا يا فندم عندنا نفس الجنيه ده منتج من 2007، نفس الجنيه ده منتج من 2007، يعني بقاله 15 سنة. 15 سنة وموجود، عمره برغم ان هو عمره الافتراضي موجود يا فندم، موجود يعني. طبعا. الجنيه ده عمره 15 سنة، زي ما هو هتلاقيه في السوق بقاله 15 سنة. 15 سنة بالظبط كده. امال بتنتج ليه تاني؟ لان السوق محتاج كل يوم، محتاج مليون زيادة. هو السوق فيه قد ايه؟ السوق بيدور من حوالي 2 مليار ونص تقريبا موجودين في السوق دلوقتي حاليا. 2 مليار ونص تقريبا من الجنيهات دي، من الجنيه والنص جنيه والربع جنيه. والربع جنيه تقريبا اللي تقريباً. احنا انتجناه على من 2007 الى وقتنا حاليا 2.5 مليار تقريبا. 2.5 مليار تقريبا. بالظبط. بيضاف اليهم حوالي 300 مليون، حوالي 300 مليون في السنه سنويا. بالظبط. سنويا بالظبط. والسوق بيقبل، والسوق بيقبله، بيقبله وفي احتياج اليه تاني. هو انت في العيد الصغير او العيد الكبير، الاعياد الكبيره دي بتطلع قد ايه؟ بزود حوالي 50% من الطاقه. 50%. يعني بالظبط يعني، بدل ما اوصل بدل ما اعمل مثلا 30 مليون شهريا ممكن اعمل 45 مليون. كويس قوي. هقول لسيادتك حاجه، لو انا خليت الجنيه 2 جنيه مش هو نفس الخامه؟ هو نفس الخامات، بس احنا الدايمتر المحيط بتاعه هيبقى اكبر شويه. بمعنى يعني انت عشان داخل المواطن يميز ما بين الجنيه والنص. انت داخل دلوقتي على مشروع ال 2 جنيه بتفكر فيه ازاي؟ هو مشروع الاتنين جنيه يا فندم، هو اصلا مشروع احنا الاساس ان احنا عملنا شراكه مع الجانب الانجليزي. احنا اشمعنى الانجليزي؟ الانجليزي لانه احنا اصلا بنستورد الخامات دي من الجانب الانجليزي. بتستورد القرص؟ بنستورد القرص المعدل للانتاج. قرص خام. أنا عارف. معدل للانتاج. هو ده ستاندر على مستوى العالم؟ لا انا اللي بطلب المواصفات. كويس. انا اللي بطلب المواصفات بتاعتي. يعني انت طالب مستويات لقرص معينه؟ بالظبط طبعا، انا اللي بديله المواصفات الفنيه وهو بيديها لي. فانت بتشتري من الملكيه البريطانيه او الشركه الملكيه؟ الشركه الملكيه البريطانيه، بشتري منها القرص، الرقص المعدل. لكن انا بسكه هنا. لان فيها تكنولوجيا عاليه، عشان زي ما حضرتك قلت من شويه هي محافظه على عمرها الافتراضي. النهارده بقى لها 15 سنه بتتداول في السوق دون ان تبلى او تصدي او اي حاجه. كويس. فاحنا اتفقنا مع الجانب البريطاني ان احنا نعمل المصنع هنا في مصر. مصنع بالظبط يا فندم، مصنع في محور قناه السويس، انتاج الاقراص، لانتاج الاقراص والانتاج التام. والانتاج التام. فالجانب البريطاني هيجي يعمل معانا، هيوافق ان احنا نعمل مصنع مع بعض هنا، لانه وجد ان المواد الخام بيقدر ان هو ياخدها من مصر هنا.
من المصانع بتاعه الصنع، مصانع القطاع الخاص اللي موجوده في مصر. كويس قوي. بياخد المنتج الخام دلوقتي وبيصدره وياخده لانجلترا ويسوق الاقراص الخام، وبالتالي الانتاج جنب المصنع جنب السكن. بالظبط، كل حاجه عمليه متكامله، ايدي عامله، مزايا ضريبيه وجمركيه من محور قناه السويس. المواد الخام متوفره حاليا، فاصبح هو اختار مصر دون عن باقي الدول الموجوده في المنطقه للمزايا دي. هو احنا ممكن نصدر عمله؟ هو ده اللي احنا الهدف اللي احنا بنسعى له. ان احنا بدل ما نبقى مستورد اقراص، بدل ما نبقى مستورد الاقراص نبقى مصدر الاقراص وللانتاج التام. لان بعض الدول تقول ان عايز المنتج تام، هات لي الريال بتاعي، الجنيه بتاعي، الدولار بتاعي، هاتوا انتاج تام، اعملوا له انتاج تام. فتحول من مستورد الى مصدر للاقراص المعدل السك او الانتاج التام. كويس قوي. انت لجأت ليه لل2 جنيه؟ عايز ايه من ال2 جنيه؟ ايه الفايده اللي هتعود عليك من ال2 جنيه؟ ال2 جنيه هي لمن يريد ان يحتفظ بكميات اكبر كقيمه من العملات المعدنيه، يقدر ان هو ياخد ال2 جنيه. ومهما انتج من ال2 جنيه هي لن تمثل اي نسبه بالنسبه للجنيه. ليه بقى؟ لان انا قلت لحضرتك ان انا 2 مليار ونص موجودين في السوق بيتداولوا في السوق، وانا بنتج كل يوم مليون. فانا مهما انتج من ال2 جنيه من ال2 جنيه اعتبارا من الشهر الجاي للي بعده ايا كان، مش هوصل ابدا لواحد على 10 مما انتجه من يعني ال2 جنيه مش هتلغي الجنيه. لا يمكن. ولا الربع جنيه ولا نص جنيه. بالظبط. هي عمله مضافه. بالظبط، وهي لا يمكن هتقرب من كميه الانتاج اللي انا بنتجها من الجنيه والنص جنيه والربع جنيه. ولكن هي اضافه لصالح المواطن ان هو يقدر يحتفظ بكميه اكبر من العمله المعدنيه معاه. عظيم. الجنيه ده عليه علامه العداله. مجلس الدوله. مجلس ده عمله مجلس الدوله. هو مين اللي بيحدد المناسبات دي؟ الجهه. بيجيب قرارات؟ الجهه بتتقدم لوزاره الماليه بطلب بتقول لهم ان انا عندي المناسبه الفلانيه، او بعض الاحيان اداره التسويق عندي بتروح للجهه وتقول له بمناسبه ان انت عندك السنه الجايه او الشهر الجاي او كمان 6 شهور عندك المناسبه الفلانيه، ممكن نعمل لك عمله متداوله او عمله تذكاريه. وفي الحاله دي الجهه بتتقدم بالطلب وبتقول انا عندي والله الشعار بتاعي هو كذا، لو تقدروا تصمموا لي بعض المقترحات. ثم بنعرض عليها بعض المقترحات وهي بتختار المقترح المناسب ليها، ثم بنعرضه، بنخش على مجلس بنخش الى وزاره الماليه عشان معالي الوزير يعرض على مجلس الوزراء الموقر ان احنا ننتج العمله بالتصميم الفلاني. انا هل انتوا عاملين عمله لمؤتمر المناخ؟ ان شاء الله في عمله لمؤتمر المناخ، عمله تذكاريه. لمؤتمر المناخ عمله تذكاريه. وهيبقى في عمله متداوله؟ لا، هي عمله تذكاريه بس. عمله تذكاريه ان شاء الله. كويس قوي. توقعاتك هنا، انت واضح ان انتوا داخلين على نقله كبيره قوي. طيب، هو احنا ان شاء الله طبعا الشراكه دي هتنقلنا نقله كبيره جدا زي ما قلت لحضرتك. التحول مش نقله مكانيه، ده نقله. لا، هو الاساس طبعا نقله مكانيه فعلا، ونقله تكنولوجيه. ونقله تكنولوجيه كبيره جدا جدا، ان التكنولوجي بتاعه الجنيه دي التكنولوجي بتاعتها في الطلا واستمرار الطلا. حضرتك عارف كان زمان العمله بتصدي وبتطوس، وهو العمله دي دلوقتي حاليا لا تبلى، الحمد لله عايشه بقى لها اكتر من 15 سنه زي ما قلنا. فبالتالي احنا عايزين نعملها كلها في مصر ونصدر منها للخارج. احنا هنعمل المصنع في محور قناه السويس ونبتدي ننتج منه. 50% من الانتاج هيوجه للاستخدام المحلي، للسوق المحلي. الطاقه الانتاجيه كلها حوالي 500 مليون قرص سنويا، 250 مليون قرص منهم هيوجهوا للاستخدام المحلي لتلبيه الاحتياجات المحليه. ثم ال 50% الاخرى اللي هي 250 مليون قرص الاخر هيوجهوا للتصدير. ده كل ده بتكلم على طاقه انتاجيه للورديه الواحده اللي هي 8 ساعات. انا اذا ربنا كرمنا ولقينا الطلب العالمي او الطلب الاقليمي بدا يزيد، اقدر انا اشغل ورديه ثانيه وثالثه اذا ما احتجت ده، فيتضاعف الانتاج ان شاء الله. بيعبي الفلوس في مصفى مش كده؟ كفه دي بتاعت ايه دي بقى؟ دي اللي بيعبي بيها في المكن، بيجي بيجيب الصندوق. يعني هي جايه لك بالصندوق؟ الصندوق ده بيجي من السك، احنا بنخش على المرحله الثانيه اللي هي مرحله الخرطشه. اسمها الخرطشه. خرطشه. ده الخرطشه. يعني تحويل الفلوس لخراطيش زي الخرطوشه.
اللي احنا بنقول عليها خرطوشه يعني فئه الجنين. وهو بيفض في المكنه، المكنه واخده مرحله الجنين. مكنه مصممه واخده تعليمه بالجنين. لا هي ممكن جنيه نص وربع. انت اللي مديها البرنامج. مديها البرنامج وهم كلهم متدربين اللي هي على حسب احتياج الشغل. احنا مثلا 6 النهارده هنشتغل جنيه. انت خطتك النهارده كانت ايه؟ جنيه على المكن. طالبين منك كم مليون ولا كم الف ولا؟ احنا يوميا بنعمل حوالي مليون لمليون و200 الف. كويس. قرص يعني زي جنيه زي النص زي الربع. يعني حضرتك عارف احنا بنتكلم بالقرص هنا ولا بنتكلم بنفهمهم ان ده قرص. مظبوط. مش جنيه ولا نص ولا ربع. فاحنا بناخد الجنيه بنشتغل بنحط البكر اللي هو مخصص بتاع الجنين. خش على المرحله في المكن، بعد كده تطرطش، بعد كده يفرج في الصندوق الثاني. الصندوق الثاني ده لما بيتملي هو الصندوق بيجي من عند الشك 100,000 قرش. لحد ما يتفضى ينزل في الصندوق الثاني، جه كده الصندوق كده ايه كمل. ينزل على المرحله الثانيه اللي هي الاخيره اللي هي على الترابيزه. اللي هي تعبئه الكراتين. اللي هي بتنزل على الترابيزه اللي هي السيدات والنساء. بيعبوا ايه العمله في اكياس ومعاهم الشباب. دي المرحله بقى الاخيره اللي هم بيقفلوا في كراتين في صناديق برضو. كل صندوق 100,000 قرش. يعني انا استلمه 100,000 قرش واسلمه برضو للمخزن 100,000 قرش بالكراتين. لا مش حاجه واقعه في الوسط. لا مش حاجه واقعه في الوسط خالص. ما ينفعش. وصحيح انت بتفتشوا الناس هنا؟ اكيد طبعا في تفتيش طبعا. احنا اصلا ممنوع نخش بعمله اصلا. في دواليب بره مخصصه اللي احنا نحط فيها حاجتنا بره. وانت حاسس ان انت بتشتغل في فلوس ولا ده عادي بقى خلاص؟ هو احنا يعني انا الناس اللي معانا نعرفهم ان ده شغلنا. زي فلوس. مش فلوس، احنا بنقول عليها عمله، حتى نقول عليها قرش. احنا بنقول شيل القرش. هو ممكن يسرق الفلوس دي؟ هو غالبا طبعا ما بيحصلش. يعني ده اكل عيش. ده ما حصلش مره ان حد طمع في حاجه؟ لا ما بيحصلش. بتبقى يعني ايام اللي هيسرق ايه؟ هيسرق نفسه؟ لان ده شغلنا احنا، لان احنا كل يوم بنتمم على الشغل، والناس هنا امينه جدا. الناس هنا جايه تاكل عيش وتسترجع. انا عندي هنا 24 واحد شاب وشغالين بيشتغلوا بالميه غير الموظفين اللي عندي. يعني كل يوم بنقسم الشغل على حسب القصه الموضوعه من الايجار. يعني بنطلع مليون و200 الف. ممكن نقسم الشغل مكرو، ممكن اقفل المكن اقسمه على جنيه ونص، مفيش مشكله. يعني يبقى صندوق نص جنيه صندوق جنيه. فهنا الشباب اندرو وعبد الرحمن وعم خلف النهارده هم المتخصصين يقفوا على المكن. تاني يوم ممكن يدخلوا جوه يقفلوا. بنغير يعني عشان برضو ايه يبقى كلهم متدربين ان هم يشتغلوا كل الاعمال. يعني مش شرط بس على المكن، لو في عطل في المكن بيعرف يطلعه. انا حضرتك شايف الشغل بينزل هنا ياخد مرحله الخرطشه وينزل في الصندوق. بعد ما يتملي الصندوق بيروح مصديه في الصندوق الثاني. بكره تخلص بيروح جايب مكره ثانيه ويروح مشغلها. الست بتعمل ايه بقى؟ بعبي خراطيش مستقيم. كل كيس كام فيه كام واحده؟ كل كيس فيه خمس كراتيش. خمس كراتيش. كراتيش. بس انا شفتك فتيتك هي مكسوره. زي ايدي كده؟ لا ممكن دي تكون كويسه تمشي. طب في واحده بتبقى مكسوره بضطر افضيها. بتفضيها؟ بتشالي بقى كده؟ بتبقى تالت. تالت بتعتبرها يعني هترجع تاني ترجع للمكنه تاني. والبنات بتشتغل كويس معاكي؟ الحمد لله. والله؟ زي العسل. والله بيشتغلوا كويس. الحمد لله. غيرين بقى يا ريس تمام. احنا تعبنا. بقالك قد ايه؟ بقالي 33 سنة. والله؟ 13/3/91. 91. والبنات دي جت امتى؟ البنات دي جت عليكي ها؟ ده لسه اللي بقى لها 4 سنين 5 سنين. بقالك قد ايه؟ 5 سنين. كم؟ 5 سنين. 5 سنين. والعروسه بقى لها قد ايه؟ 5 برضه؟ وانت؟ 6 سنين. اشمعنى انت يعني 6 سنين؟ كنت جايه قبلهم بسنه. جيت قبلهم؟ نزلوا على مراحل بعض بعض. والله؟ مين اشطر؟ كلهم زي العسل. لا والله العظيم. لا انت بتجاملي والله العظيم. اقسم بالله وحياه ولادي زي العسل.
ما انا عارف ان ال بعدين شباب يا ريس. يعني ايه شباب؟ يعني بيقولوا سريانين يدوا. دي اشطر والله كلهم حلوين وحضره فيه. ياه ده انت مش قادره، مش قادره. انا عارف بعد ما يمشي يوم يتخانقوا معاك. لا والله العظيم بتكلم دي شهاده حق. ان هم كلهم كويسين؟ والله كلهم كويسين. طب بنتي دي بتعرف تعمل شغل كويس؟ اه. ده ما بتفكش ولا كيس. اللي بتطلع طالب فيها بتفكها. ما شفتهاش عملتها كده. اهو. اه اعملي بقى، بتعملي ايه بقى؟ الكيس ياخد 5؟ اه. فقط لا غير؟ 5. شغالي كام ساعة؟ 8 برضه؟ ايوه. من تيجي من 8؟ اه. بتيجوا كلكم مع بعض، بتفتشوا ولا ايه؟ ايه؟ بيفتشوكوا الصبح؟ اه طبعا. والله؟ ها ده من زمان موضوع التفتيش ده؟ اه يا ريس. اه ايه بقى بيفتشوكوا؟ بكره واخر النهار بيفتشوا معايا مثلا الشنطه بتاعت المتعلقات او اكل مثلا بتاعت الامن بتبص فيه. اه بس واحنا داخلين، لكن واحنا خارجين تبقدري بنحط على سير. اه بيمشي الناحيه الثانيه. تبقدري اي حاجه بتزمر على طول، المكنه بتزمر على طول والله. اه لو في اي حاجه معدنيه، لو في اي حاجه. اه زهرب ازاي يعني ما تعرفيش تاخدي لك الشوايه وانت ماشي؟ لا لا حمد الله ريس احنا بنربيهم بالشقان والحلال نافع. الامن هنا طبعا اساسي. طبعا يا فندم. بتتكلم في فلوس؟ طبعا. وبتتكلم في ملايين؟ فلوس وعملات، عمله متداوله وخامات، ذهب وفضه ونحاس والمونيا، كل انواع العملات واختام شعار. هو المكان هنا حساس جدا، احنا بنشتغل في كل حاجه امن قومي، ما ينفعش حد يخرج وفي جيبه جرام ذهب، لو عدى من المكان التفتيش. واحنا عندنا هنا دبل تشيك، اول جزء على قطاع العمله المتداوله ده قطاع لوحده. ليه؟ عشان اهميته. بقيه المصنع كله ما بيجي يخرج بيتفتش من هنا، واللي خرج من جوه بيتفتش هنا تاني، فبعمل عليه دبل تشيك وهو خارج. هو داخل اصلا زي ما حضرتك شايف كده في دولاب امانات، كل حاجه في جيبه بيسيبها هنا، خلاص ما بيبقاش غير معاه غير الاكل مثلا بتاعه بس ولا حاجه وتليفونه الشخصي. وهو خارج بقى حتى لو تليفون الجهاز الهند وهو بيفتش زمر عليه لازم يطلعه، ويا اما يحطه على مكنه الاكس راي، عشان لو في وهو ممكن التليفون لو في حاجه حطت في الجراب الجهاز الاكس راي يجيبها. طب ما انا ممكن بالتليفون ده اسرق تصميم، اصور تصميم واسرقه. حضرتك اللي يمنعني يعني الصور والفوتوغرافيا غير التصميم ليه تفريغ من جوه، في حاجات تقنيه جدا ما ينفعش التصوير. ما احنا حضرتك العمله دي بتبقى في الشارع، ما هو لو صورها بالتليفون مفيش مشكله ينفع يسرقها، انما لا هي اصلا فيها في التصميم حاجات سريه وعلامات مائيه ما حدش يعرف يعملها ده غير المصممين. ليها تامين عالي جدا طبعا، ده غير اختام الشعار ليه تامين عالي جدا جدا يعني. فهنا الامن يعتبر حاجه حساسه جدا زي ما حضرتك شايف، ان هو التفتيش مره واتنين وهو في الاخر خالص بيخرج من المصنع.